لكن انت عايزه تفرقي ما بين نمطين، هل انت بتتكلمي حوالين ريسيرش سنتر ولا سينك تانك؟ ريسيرش سنتر اللي هي مركز بحثي، مركز بحثي بيقوم باعمال اكاديميه هي اقرب للدراسات اللي في الجامعات او المعاهد العليا. لكن السينك تانك دي اللي هي بتعمل تقديرات مواقف. وانا هذكر حضرتك حينما كان وزير الدفاع في 2013 وزير الدفاع صدقي السيسي حينما كان يتحدث عن قدم للنظام السابق 3 تقديرات استراتيجيه. فده بيبين لك ان راس الدوله دلوقتي ممكن مختلف عن قيادات في فترات سابقه، وان كان في فترات سابقه كان هناك تعاون ما بين مؤسسه الرئاسه وبعض مراكز البحث والتفكير في مصر زي مركز الاهرام في بعض الازمات الحاده زي ساعه الغزو العراقي للكويت. قام مركز الاهرام بعمل تقديرات مواقف يوميه من خلال رئيس التحرير في هذا الوقت المرحوم الاستاذ ابراهيم نافع، وكانت ترسل لمؤسسه الرئاسه. وعدنا تقديرات موقفيه يوميه بتبص لايه؟ يعني تداعيات، كيف يمكن التعامل مع هذه الازمه؟ يعني ارجع للحركة بتتكلمي حوالين ان في ازمه ما، يعني ادوار هذه المراكز بتبقى مهمه طول الوقت، لكن بتزداد محوريه وجودها حينما يكون هناك ازمه، سواء ازمه في الداخل او ازمه في الخارج. ما العالم كله دلوقتي عنده ازمات، مفيش دوله في العالم دلوقتي ما عندهاش ازمات. طبعا حتى الدوله المستقره اقتصاديا وماديا 100% عندها مثلا ازمه تغير المناخ اللي العالم كله داخل عليها. علشان كده بقول لحضرتك احد هذه المراكز مرتبطه بفكره ترشيد السياسات العامه. يعني انت ما بتيجي تعملي مائده مستديره او ورشه عمل او حلقه نقاشيه بتجيبي اطراف مختلفه، جزء منها انت عايزه تطلعي ورقه عمل وركينج بيبر بتقول في مشكله عامله كذا، تشخيصها هو كذا، التعامل معها بمدى زمني ووفق اليات محدده وخيارات القياده بالنسبه لها 1 2 3. هو هياخد بيها ولا مش هياخد بيها دي هي مسؤوليته، لكن هي الفكره ان ازاي اول حاجه زي ما الدكتور مختار كان بيتكلم على الايمان بمحوريه هذه المراكز، نوعيه هذه المراكز. احد الاشكاليات الحقيقيه اللي انت تعملي فرز ما بين المراكز، لان كتير من الدكاكين، سوري في التعبير هذا اللفظ، الدكاكين البحثيه اللي هي اقرب الى شقه، وبالمناسبه ممكن تبقى شقه صغيره لكن فيها فريق بحثي متكامل بيضم تخصصات مختلفة وعنده من الخبرات التي تجعله هو قادر كمجموعة. وما تيجي تشوفي بعض المراكز اللي هي عاملة زي التاسك فورس، هي مهام عمل مجزأة في وحدات مختلفة، لأن بعض المراكز بتعمل بمنطق الوحدات اللي انت مثلا عندك وحده دراسات عربيه واقليميه، عندك وحده دراسات دوليه، وحده دراسات مصريه، او وحده دراسات اعلاميه، لكن هتعملي ايه؟ او ممكن من خلال البرامج. يعني في برنامج مثلا للمجتمع المدني، برنامج للاعلام، برنامج للامن المائي، برنامج للتكنولوجيا، برنامج لاقتصاديات الطاقه. لكن هي الفكره ايه؟ هو الكاباسيتي بيلدينج، ايه هي بناء القدرات لتلك المراكز او المؤسسات اللي هي تجعل صانع القرار او متخذ القرار سواء في مصر او غيرها يلتفت ليها ويبتدي يشوف ان. طيب يعني المثل اللي حضرتك ضربته ايام غزو العراق للكويت، حضرتك قلت ساعتها انه مركز الاهرام كان ساعتها بقياده الله يرحمه ابراهيم نافع استاذنا الكبير، المؤسسه انه قدموا 3 استراتيجيات مثلا، او لا عفوا قدموا تقارير يوميه تقديرات مواقف عن نوعيات الموقف. واللي عايز اقوله لحضرتك تقديرات المواقف نوعيه مختلفه عن كل المنتجات البحثيه. تقديرات المواقف بتبقى صغيره جدا، مركزه جدا، ملحقه بتوصيات وفق مدد زمني محدد ضغط، لانك انت بتتكلمي على ازمه والازمه ليها اطراف مختلفه والمصالح فيها ربما متناقضه. لما تيجي تشوفي العالم العربي كان منقسم بالكامل. نعم دكتور مختار، لماذا هوجمت بعض المراكز البحثيه مش في مصر بس في العالم، وبعض الاتهامات حتى راحت لموضوع تمويل خارجي ومش تمويل خارجي، واين الرقابه على هذه المراكز؟ يعني كلمنا بقى، احنا اتكلمنا دلوقتي على اهميتها، نتكلم على كيفيه ضبط اداء اعمالها. هل هي اللي بتراقب الحكومه وبتراقب سياسات الحكومه، ولا الحكومه اللي بتراقبها، ولا الاثنين بيراقبوا بعض؟ انت لو خدت المركز البحثي بالاسم الاجنبي ليه، هو في النهايه اسم خزانات التفكير، خزان من التفكير. ايه هو خزانات التفكير؟ اللي بيضم مجموعه من المتخصصين
في ماده معينه مثلا هتاخدي مثلا مش عايز اضرب امثله بمراكز معينه، في مركز بحث مثلا معين تلاقي انسان مثلا متخصص الدكتور محمد واخد وحده الدراسات العربيه واخد الخليج، معاه الدكتور فلان واخد وحده دراسات الايران، واحد تاني واخد وحده الدراسات الخاصه بتركيا، واحد تالت واخد وحده الدراسات الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه او وهكذا. خزان التفكير عمل دراسة متعمقة لهذا المركز، من خلال هذه الدراسة المتعمقة بيطلع برأي أو بيطلع بمجموعة آراء، يضع هذا الرأي أو مجموعة الآراء أمام صانع القرار ويقول له بص أنت عندك أزمة أو عندنا إشكالية مثلا كيف تتعامل مصر مع إيران مثلا. هناك لما نيجي تطرحي قضية زي هذه القضية هتلاقي العالم العربي عنده حالة التباس في كيفية التعامل مع إيران، التعامل مع إيران بندية بمنطق الصراع بمنطق التفاهم، نقيم حوار معاها باي اشكاليه. يعني دور المركز البحثي انا عايز اوصلك الفكره للامام المشاهد، تمام، مش عايز ادخله في شكل الاكاديمي. دور المركز البحثي انه في النهايه بخزان التفكير بالتعمق اللي بيمتلكه ده يقدر يحط رؤيه لاليات التعامل في هذه القضيه. تمام. هنا الرؤية دي بتبقى رؤية علمية، الرؤية دي فيها سيناريوهات، فيها سيناريوهات متعددة، تمام، وقد تكون سيناريو واحد وقد يكون رأي واحد. وأنا مش عايز أذكرك بأن وقد تكون ثلاث استراتيجيات زي المثل اللي ضربه دكتور محمد. لا مش هو الدكتور محمد عندما كان يتحدث الدكتور محمد عندما كان يتحدث مثلا عن قضية زي قضية الغزو العراقي للكويت هو كان يتحدث عن نشرة دورية يومية. إن الحدث اليوم يترتب عليه 1 2 3 4 ورأيه البحث فيه، تمام، أو المرء في آليات التعامل به كذا، بكرة في مستجد جديد، هذا المستجد الجديد يستتبع بآليات التعامل تحط فيه كذا، من خلال هذا المستجد أنت بتضع هذا الرأي أمام صانع القرار. تمام. الفروق اللي موجودة بيننا وبين العالم الغربي أو الولايات المتحدة الأمريكية بين عمل المراكز البحثية هنا بين عمل المراكز في شيئين. اولا المراكز البحثيه هناك عندها حريه حركه وعندها شكل من اشكال التمويل الذاتي والتمويل الحكومي، يعني بس هناك عليها بعض المراكز بس عليها رقابه يا فندم. نعم عليها رقابه ورقابه قويه كمان. لا خلي بالك ما تخلطيش بين المراكز البحثيه كمركز بحثي وبين منظمات الحقوق المدني او منظمات المجتمع المدني. لا يا فندم المراكز البحثيه حتى المركز البحثي الذي يعني يحدد له مصادر تمويل ليتم تمويل عمله ده كمان بره عليه رقابه يعني جامده جدا. مش بالدرجه يعني، لان هو المراكز البحثي في حد ذاته خلي بالك المركز البحثي ده ممكن يكون خارج من جامعه اكاديميه ماشي. او خارج من طب يعني هبقى عارفه اصله ايه يا فندم، بس هل ينفع الاقي في امريكا ثينك تانك انا مش عارفه السورس بتاعه ايه او مصدر التمويل بتاعه ايه؟ بيبقى معروف بيبقى معروف. هي القضيه هنا في المركز البحثي مش قضيه تمويل في حد ذاتها، هي قضيه الشراف. مركز البحثي مدى ايمان انا لا اقصد مصر تحديدا، مدى ايمان الحكومات مثلا في العالم العربي باهميه هذا المركز البحث، تمام، اللي من الممكن ان يقدم بدائل امام الحكومه في قضيه من القضايا فتسهل عليه اليات التعامل مع هذه القضيه. طيب دكتور محمد لما